عن الذكرى العشرين لاغتيال الرئيس الجزائري محمد بوذياف. اغتيال بوذياف قصة رجل مأساة وجزء من مأساة وطن السيد محمد بوذياف. ولد في منطقة ولاد ماضي في ولاية مسيلة في 23 من جوان 1919، واغتيل في مثل هذا اليوم من عام 1992 بين التاريخين. سؤال كبير تحته الكثير من العناوين: من قتل بوذياف؟ لماذا قتل هذا الرجل؟ وقراءة في المشهد السياسي آنذاك وتبعاته إلى حد الساعة. معي سيكون مجموعة من الضيوف هنا في الاستوديو من باريس ومن الجزائر للوقوف عند هذه الذكرى، اغتيال رئيس في الجزائر. فاصل قصير ونبدأ النقاش. Il a été assassiné comme un bandit de Chicago. On lui a tiré dessus. J'aurais voulu que la terre m'aspire, comme on dit chez nous. L'assassinat de Bouddhiaf était programmé pour différentes raisons. Je crois que la première raison, c'est qu'il voulait aller à des élections. Et l'autopsie de Bouddhiaf, pourquoi? Non. Parce que si on avait fait l'autopsie, il y a eu des balles tirées de derrière. Mais il y a eu des balles tirées d'en avant et qui s'est logé dans le cœur. Mais la justice n'a jamais pu avoir de la gendarmerie, ce qui est normal pour tout le monde. L'autopsie, vous la faites pour savoir dans quelles conditions il est mort et quelles sont les balles qui a tiré. La mort de Bouddhiaf est suspecte. Ce que je peux dire, moi, et affirmer, c'est qu'il a été liquidé par les décideurs de l'armée. Chaque fois qu'une voiture officielle passait, qu'est-ce qu'ils disaient les gens? Ils disaient, vous l'avez amené, vous l'avez tué. إذن كانت هذه بعض الشهادات في هذا الفاصل لشخصيات قراءتها لهذا الاغتيال. وأبدأ النقاش مع ضيفي هنا في الأستوديو السيد محمد العربي زيتوت، الدبلوماسي الجزائري السابق والعضو المؤسس في حركة رشاد المعارضة الجزائرية. أرحب بك سيد محمد. استمعت إلى بعض الشهادات أيت أحمد غزالي وأيضا علي يحيى عبد النور. 20 سنة من الاغتيال، وما زال السؤال مطروح عن من قتل هذا الرجل، لماذا جاء به للبلاد، كيف تعيش أنت المراقب السياسي للشأن الجزائري هذه الذكرى؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعني أولا أترحم على الشهداء، كل الشهداء، شهداء الجزائر وشهداء المنطقة العربية أيضا. ورحمة الله على محمد بوذياف، الرجل الذي كان بلا شك أحد أباء الثورة الجزائرية، وأحد الذين فجروا الثورة الجزائرية، خططوا لها وفكروا لها وعملوا لها عمره كله. وكان من الأباء السبعة الذين فجروا الثورة الجزائرية، وكان ممكن أن يكون هو الذي يقود في البداية، ولكنه كما نعلم تخلى لذلك لمصطفى بن بولعيد. محمد بوذياف ظل وفيا لمبادئه، ظل وفيا لأفكاره، وفي أيام الاستقلال اختلف مع جيش الحدود، اختلف مع ابن بلة، اختلف مع الذين سطوا على الحدود، على السلطة بقوة الدبابة، وعارضهم وعارضهم بشدة، ثم فر بجسده إلى المغرب حيث ظل. محمد بوذياف ربما نتذكر اليوم طبعا 20 سنة على مقتله، مقتل بشع وأمام العالم. ربما أكثر ملاحظة ربما لتقدم هو أنه ما رفضه أيام العقداء في 62 قبله على أيدي الجنرالات في 92. ربما هذا هو الخطأ المميت، وبكل تأكيد هو الخطأ المميت. وواضح أن الذين جاءوا به هم الذين قتلوه. هناك شهادات متعددة في هذا الاتجاه، ولكن يبقى يعني عن الصور اللي تظهر في الشاشة قدومه، يعني أول يوم اللي قام في الجزائر، يعني لا نعتقد بأن هذا الرجل متآمر، يعني أكيد أنه معطوا له قصة معينة حتى قنعوه به يجي من لا 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 أعتقد. الرجل أعتقد أنه الرجل كان عمره 73 سنة، لا ننسى ذلك،
كان دائما له عنفوان ثوري، وكان دائما من الذين يعتقد أنهم ينقذون الجزائر، وبالفعل ساهم في إنقاذ الجزائر من الاستعمار، وساهم في تحرير الجزائر، وكان أحد محرريها وأحد مفجري الثورة كما قلت لك. وبكل تأكيد أنه لما جاء على أساس أنهم صوروا له بأن وجوده سينقذ الجزائر مرة أخرى، وأنه مثل ما حررت وشاركت في تحرير الجزائر ستشارك اليوم في إنقاذ الجزائر من مخاطر محدقة بها. طبعا أنا ذاك كان بالنسبة لهم أنهم يقولون أن هناك الإسلاميين وهؤلاء سيعودوننا إلى 14 قرن إلى الماضي، وقدمت له صورة مغالطة تماما لما كان يجري. لكن طبعا هذا لا ينفي مسؤوليته، أنه صحيح أنه تردد وقبل ثم رفض ثم عاد فقبل تحت ضغوطات شديدة، ربما يأتي الحديث عن هذا الأمر، لكن لا ينفي بكل تأكيد أنه جاء ليرأس مجلس غير شرعي، جاء ليوضع على رأس مجلس أنشأه الجنرالات بعد ليس وقف المسار الانتخابي كما يقول بعض الناس، يعني أنا أرفض هذه الكلمة، وإنما بعد انقلاب بكل ما معناه، لأن لو كان فقط وقف مسار انتخابي كما يقولون لا وقفوا الانتخابات، ولا بقي الشاذلي بن زيد رئيسا، ولا بقي الدستور قائما، ولا بقي أشياء أخرى قائمة، لكنهم في الحقيقة انقلبوا على كل شيء بما فيها الانتخابات اللي بكل تأكيد، والتاريخ الآن ربما بدأ ينصف ولو بشكل مغاير ما يحدث في المنطقة العربية، أن الجبهة الإسلامية فازت بها، وفازت بها عن جدارة وعن إرادة الشعب الجزائري، بغض النظر عن أنك تختلف معهم تتفق معهم هذا شيء آخر، لكن مما شك فيه أن الشعب الجزائري أعطاهم مصداقية وأعطاهم حرية وأعطاهم، ونشاهد اليوم أنه ما يحدث مثلا في مصر العالم كله متعاطف مع المعارضة، ومتعاطف مع مرسي، ومتعاطف بالرغم ربما أن حسب الأرقام الرسمية على الأقل لم يكن فوز مرسي أو الرئيس المصري الآن مثل ما كان فوز الجبهة الإسلامية الإنقاذ آنذاك. مما لا شك فيه أننا نعدل في الموقف من الرجال، الرجل هذا كانت له مواقف مشرفة جدا، اعترض على الانقلاب سنة 62، عارضه بشدة، دفع ثمنا لذلك، سجن في بشار، عذب عذابا شديد، ورفض مهما كانت الإغراءات رفض أن يمضي في خطة الانقلاب انقلاب 62. لكن كما قلت لك لسنا ندري حقيقة لماذا قبل ما رفضه في 62، ولماذا قبل وهو عمره 73 سنة ما رفضه وهو عمره 40 سنة. هذا هو الغريب. أكيد هو يعني هو ما كانش مشارك في كل هذه اللعبة، وحتى من انقلب عن يعني الإرادة الشعبية كما توصف في تلك الفترة لم يكن يضع يعني بوضياف كأحد خياراته، يعني والدليل أنه خالد نصار لما يحكي يقول كنا في البيت وهارون ذكر الاسم، أنا أجي صوتي يعني اللوكازيون هذه، هذا يعطيك فكرة كيف تدار الدولة يعني. هذا هو كان سؤالي، يعني كيف لمجموعة يعني تكسر مؤسسات شرعية في البلاد، يعني هذا سؤال مطروح في الشارع، يعني المجلس الشعبي ثم مؤسسة الرئاسة يعني ويقيلوا الشاذلي وما يكونش عندهم بديل واضح سياسي. عقلية الباندي، عقلية الفوايو الآن بلطجية ولا الشبيحة كما راك تشوف، هذه العقلية اللي سايدة داخل كانت سيدة داخل قيادة الجيش الجزائري للأسف. واحدة من أكبر الإشكالات وواحدة من أكبر المآسي هو أنه وصلت إلى قيادة الجيش الجزائري من كان يوما ما يقاتل ليس فقط من أجل لقمة الخبز أو كما يقال الآن، معنا مثل ما هو اليوم شرطة معينة أو جيش معين، كان يقاتل من أجل تبقى فرنسا تحت الجزائر، كان يقاتل محمد تواتي يعني الجنرال يسموه المخ وهو واحد المخطط الرئيسي للانقلاب مع الآخرين، ظل في الجيش الفرنسي حتى مارس 62 ولذلك سموه لمارسيا. محمد العماري ظل في الجيش الفرنسي حتى نهاية 61. خالد نزار جنايزية، المجموعة اللي قامت بالانقلاب كل المجموعة على استثناء واحدة أو اثنين كانوا قدماء الجيش الفرنسي وكانوا من الذين يقاتلون.
من أجل أن تبقى الجزائر فرنسية يقاتلون ضد الثورة الجزائرية. هذه واحدة من المآسي وهذه واحدة من أخطاء شادلي بن جديد الأساسية في الحقيقة، بالرغم أن الرجل بكل تأكيد أنه في قضية الانقلاب رفض وقال أنا أعطيت كلمتي للشعب ولن أنقلب عليه ولن أوقف الانتخابات لما عرض، لأن العرض كان أولا لشادلي بن جديد، قالوا لو تبقى في منصبك إذا ألغيت الانتخابات فرفض، قال أنا أعطيت كلمتي، وكان رجل شريف بيتمت عنه الكلمة. لكن يتحمل مسؤولية وصول كبار ضباط الجيش الفرنسي إلى مقاليد السلطة، طبعا لا يتحملها وحده، قبله يتحملها أبو مدين لأنها تعود إلى 62. من غرائب الأمور أن أحد الذين عذبوا بوضياف في حيدرة سنة 64 كان هو الكوميسار اللي اعتقلوا لما اختطفت طائرة الزعماء الخمسة اللي كانت من ذهب من المغرب إلى الجزائر، وبالمناسبة هي أول قرصنة جوية في العالم وفي التاريخ تقوم بها فرنسا، قامت باختطاف طائرة اللي بعدين تنسب إلى الإرهابيين اللي يقوموا باختطاف طائرات إلى آخره، لكن أول طائرة اختطفت قامت بها فرنسا وقامت ضد هذه. سأكمل معك قراءة لهذه الحقبة التاريخية المهمة ونفهم بعض يعني الحقائق، لأنه ظهرت كثير من المعلومات الآن 20 سنة منذ ذلك التاريخ، وظهرت شهادات ضباط وسياسيين حتى يعني من كانوا في القيادة يعني في ذلك الوقت، واتضح الأمر أنه كانت مؤامرة كبيرة يعني كما تتحدثون. لكن أريد أن أسمع من ضيفي عبر الهاتف من باريس السيد ناصر بوضياف نجل الرئيس المغتال محمد بوضياف، ورحب بك سي ناصر بوضياف في هذه الحلقة. الله يسلمك، السلام عليكم ومشكركم على الدعوة هذه. سي ناصر أنت سي ناصر أنت كانت لك كثير من التصريحات وكتبت كتاب، وكنت دائما تتحدث أنه أقرأه مليح الكتاب بتاعي بين السطور راح تعرفوا من قتل أبي، لكن يبقى أنه دائما الجمهور يبقى يقول أنت راك ولد الضحية. هل لديك يعني تأكيدات عن من قتل الرئيس محمد بوضياف؟ والله يشوف يعني الذكرى تاع اليوم هذه ذكرى 20 سنة من اغتيال تاع المرحوم بوضياف. كان كما تعلمون خالد نزار اللي جاء العالية اليوم، وجميع ما جاء هذه المرة الأولى اللي حضر العالية، ولي جون يعني حكموه هضروا معاه قالوا له يعني لي كاد فيريتي اون فاس، والله العظيم يعني فاجئني قال لهم بلي لا فيريتي فو لا سوري دوما. هذا الكلام يعني ثقيل بزاف لان باش تكلم جنرال نزار يقول لك لا فيريتي فو لا سوري دوما راهوك لاكتيزولي نحاه كامل. يعني اليوم نعرفوا بلي لاكتيزولي ما كانش، وهذه الشيء خالد نزار هو اللي قالها. كان سيد احمد غزالي هو يتحدث لقناه فرنسيه كان يقول بلي اثناء الجنازه كانوا الناس في الشارع سمعوهم يقولوا بلي جابوه وقتلوه. هل هذه قناعه انه اللي جابوه هم اللي قتلوه يعني في النهايه؟ هذه يعني انا اشوف انا ذاك كنت معروض في القناه الجزائريه مع كان الوقت هذاك حمراوي يدير واحد انيميسيون، دونك عرضني انايا وقلت لهم الحقيقه، قلت لهم يعني الناس اللي جابوه هما اللي قتلوه. باسكو علاه كيفاش قلت لهم انايا؟ اول ما سمعت هذه في رئاسيه نهار الجنازه، كانت الناس الشعبي جا يعني حضر في الجنازه كانوا يسقيو اللي جابوه هما اللي قتلوه. فهمتي؟ والسؤال طرحته انايا انا ذاك 20 سنه مي قلت واحد ما قال لي كيفاش تقول للناس بلي حنا اللي جبنا حنا قتلناه. دونك السؤال مطروح انايا شخصيا، الناس اللي جابوه هما اللي كانت عندهم يعني عندهم كامل اللي كارت في يديهم في 92، هما كانوا مسؤولين على لا بروتيكسيون تاعو. مالوروزمون لا بروتيكسيون تاعو شفنا واش صرا في عنابه 56 غارد كور، واحد منهم دخل. هذه يعني في العقل ما تخش العقل. ما زالت السلطة تأكد على لاتاز بو معرفي. لا بو معرفي نقول لك صح، يعني كانت واحد صحفية أنا ذاك كانت تما كانت في بريميرون وتلاقيت بها يعني بعد
وقت كان جور ابري تلاقينا انا وياها قالت لي لاصار قالت لي شوف شفت قالت لي واحد مور لو ريدو قالت لي ميت هما ما هضروش كامل على الموتى قال لك كاين واحد اللي مات رئيس بودياف قالت لي شفته قالت لي بعيني قالت لي واحد قالت لي طايح مور ريدو دونك انا في نظريتي السيد هذاك اللي كان يعيش تماك السيد اللي في العمليه قتلو باسكو يعني باش نتفاهموا لو رول تاع لو جيس كي مشاو للعنابه ما كانوش الرول تاعهم ماشي لا قادر ابروشي فهمت كانوا يعني زادوهم اون سي جامي ولكن لو ما يكونش يعني ان اليمون تاع الجيس مور ريدو هذه ما كانش من هذه ما كانش وانا جاني معلومات هاد اليامات قالوا لي بلي لافي تاع الاغتيال تاع المرحوم جابوا معنا في وربعه من الجيس جاوا البالي لا كولتور دخلوا قعدوا نص ساعه وعاودوا خرجوا واش راح يديروا؟ راح يشوفوا كيفاش راح تنفذ العمليه يعني كاين بزاف يعني الاسئله طرحوا يعني منذ يعني 20 سنه واحد منهم يعني ما كانش راجل منهم يهضر يقول لك السي مناصر واش تقول هذا ماشي صحيح واحد ما يهضر وكيف صار في 2000 حكمت بعثت له بريه اون لاتر اوفيرت في لابريس قلت له يعني لو تيتر تاعها لا تيز دو لا تيزورين تيان بلو تما لا تيز هذه ما كانش وقلت له برهنت له واش كاين كيفاش صارت الان حتى الان جامي ما ريبوندي قلنا لهم بلي لوتوبسي جامي ما دارت قلنا لهم بلي كاين اون بال توراكس يعني كان ان اساسان اون فاس قلنا لهم بلي لارم تاع الكريم راه ديسباري واحد ما واحد ما يهضر يعني مام لي ميدسان اللي داروا لوتوبسي تاعو ما ينجموش يتكلموا ميدسان يجي يتكلم قال لا سي نصر حنا درنا لوتوبسي يا بي بطال انا ما يتكلموش صافي دير كاين اون بال هذا الكلام نعم هذا الكلام ايضا قالوا هذا قاله علي يحيى عبد النور المحامي الحقوق الجزائري المعروف قال هذا الكلام انا نعطيك سؤال اخر متعلق يعني انت يعني من يعني راك من الناس اللي يعني اللي بلو بروش لهذه الضحيه للرئيس محمد ابو ضياف كيف تفهم انه لحد الان ما كانش واحد قرر انه يكسر هذا الصمت او ما كانش جستيس يعني جستيس ني با فات لحد الان يعني لا ماشي يعني هل كان تامر يعني تامر كل نفدت مليح نفدوها مليح العمليه لان سي بو سا واحد نخلص باسكو العمليه مشات كيما حبوها مشات فهمتني يعني واحد من المسؤولين توفيق مازال حي واحد منهم يعني ما ديميسيونا بور نيغليجونس مي سي غراف على داك سي غراف هنايا تورينا بلي ما كانش عداله في الجزائر ما كان يا باي جيستيس اطار يعني اغتيال رئيس دوله واحد برك اللي خلص هدف شوف هدف العقل ما تصورش كامل في العقل هذه 56 كانوا تماك تاع لي كادر ابروشي واحد منهم ما خلص او كونترير زيد المسؤولين تاعهم وراهم واحد ماني ما كان راجل اللي ديميسيوني قال انايا لا غالب صرات ديميسيوني واحد منهم ما بوجا هذه باش غدوم يقولوناش بلي هاد العمليه دارها نفذها واحد وحده هذه ما تدخلش في العقل ما تصورش ني في الجزائر هاو المشكل لو يصرى في الجزائر ما كانش الثقه من نهار بودياف قتلوه الثقه مشات ما كانش ثقه هاو المشكل وراه المشكل الثقه وكيف لا قضية التفسير تاع الاغتيال هل صحيح ما أثير نعم. وهل انت يعني كان عندكم معلومات آنذاك انه بدا يفتح في واحد الملفات مرتبطه بفساد مرتبط بمن كان يملك السلطه او مكان على سده الحكم انذاك هل هذا الكلام صحيح يعني عندك عليه يعني دي دوني تقدر تقولهم لنا اليوم يا اخي شوف الكتاب تاعي تدخلش فيه انا الكتاب تاعي ولحتى الان يعني الكتاب تاعي عنده عام يخرج واحد مهدر ما قال هذه صحيحه وهذه ماشي صحيحه فهمت اطلع الكتاب تاعي كاين كلش فيه كاين كلش فيه يعني مكتوب دو ا زد وسرا لي زافير لي تلقى بهم بوداف والجماعه اللي بعثهم دي جونز اوفيسي اون فرونس بور اونكيتي سو لي كونت تاع لي بارون اللي حاكمين لاجيري ابا هذوك الناس كاع قتلهم كي دخلوا كامل قتلوهم صفاهم هذيك الكتاب كتبتها انايا والان حتى الان يعني عام ابري خرج كتاب واحد ما يعني ما يدخل ما يقول لك هذا شيء صحيح ولا هذا ماشي شيء صحيح
اهدر غني انت دير واش تحب هنايا حنا مولفين. ولكن نظن بلي الحال راه تبدل اليوم، ما راهوش كيما في 92، 92 كان ارهاب وقال لك بالك تيروريزم منا بلادي ما تحرك ما والو لا غالب نلتهوا بهم. مي 20 سنه بريد وخلاص فيني يلزم شوف الملف تاع بوزيدا فيه تحل بهم ولا بلا بهم. طيب انا وصلت لي السؤال هذه ضروريا، هذه ضروريا باسكو شوف راني نشوف انا 20 سنه بعد الاغتيال تاع بوزيدا راني نشوف كيف الشبان يعني متمسكين بالرئيس الراحل فهمتي. سيناصر نعطيك يا سيناصر نعطيك الدقيقة الأخيرة يعني من هذه المداخلة، وشنو هو النداء؟ انت راك ابن الرئيس المغتال محمد بوضياف، وش تقول لهذ الناس اللي جابوه واللي تعتقد أنت أنه قتلوه؟ وش تقول لهم في دقيقة على الهواء على قناة المغاربية؟ نقول لهم بلي الجماعة رايك اللي مات راهم بين يدين مولاهم بين ربي سبحانه، وتما في مكان يبيسون والو فهمت. الشيء دير مليح تخلص عليه، ما ديرش مليح تخلص عليه. انا اليوم شوف نطلب ماشي لوحدي، انا كاع الشعب يطلبوا الحقيقة اقتيال عبودياف. الناس اللي مازالوا محيين على بالهم شكون راني نقصد عليهم يلزم يقولوا لنا كيفاش صارت العملية وشكون نفذها وعلاش قتلتوها. هذه هي. شكرا لك. كل الشعب الجزائري يوقف معايا باش نجيبوا الحقيقه، ونظن لو كان غدوه يعني الشعب الجزائري يعرف الحقيقه والله العظيم نجم نصدق لك بلي البلاد راح تمشي يعني في يعني لافني نشوف فيها يعني مليحه. مي طونك مازال الغموضات هذوما حاجه ما تسكر. شكرا لك ناصر ابو ضياف نجل الرئيس المغتال السيد محمد بوضياف، شكرا مرة أخرى على هذه المشاركة وهذه الشهادة منك في حلقة اليوم الخاصة باغتيال الرئيس محمد بوضياف. سي محمد يعني هي مأساة، هي مأساة عائلة ومأساة قيادة ثورية، وهي أيضا تشابتر يعني هي مقطع من مأساة وطن، يعني كل الناس يحكيوا بهذه الصفة. هذا الاغتيال هو جاء في إطار حركة دفعت فيها الجزائر كثير 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 يعني من النفس، ولا من خسارة اقتصادية أو خسارة هيبة سياسية. كيف 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 نقرأ هذا الاغتيال في هذا السياق كله؟ قراءة مؤلمة جدا. يعني هو أخونا ناصر قال لك لازم نعرفه وما نقتل بوضياف. نعم لازم نعرفه نقتل بوضياف وما نقتل قاسم مرباح وما نقتل عبد القادر حشاني وما نقتل معطوب الوناس وما نقتل سعيد مقبل وما نقتل 100 صحفي وما نقتل الاجانب اللي كانوا موجودين في البلاد وما نقتل في الرمكة وما نقتل في الرايس وفي بن طلحة وفي الفيس. نعم انا نقول لك شكون قتل الفيس. انا نقول لك على لسان خالد نزار. خالد نزار قال لم تعد إني إيه نعم. نعطيك فقط هو نعم. لأنه غايب خالد نزار في هذه الحلقة. نعم قال لك لما حكوا معه على قضية بوضياف قال هي كل فيس كي تو، انت راك سمعتها هذه. اما احنا ما نقدروش، نقدروا نديروا دي ماغو قال لك نقدروا كش ما نلعبوا كش ما لعبها منا مي تو ان بريزيدون ولا نقتلوا شعب ولا الاخر، احنا ما نقتلوش. كاين غير الاسلاميين يقتلوا، كاين الفيس اللي يقتل. هو كان ممكن هذا الكلام وقدروا يغلطوا به بعض الناس لما كانت الحرب تحت اسوار عاتمه وتحت اسوار الناس ما تعرفش ما يحدث، وحتى السؤال كان مطروح كي تي كي من يقتل من. لكن الآن تغيرت لما شفنا أنه اللي قام بعملية الكنيسة في مصر يوم 1 جانفي 2011 كان وزير الداخلية المصري. يومها أنا بعد اليومين أو ثلاثة كان عندي تصريح في قناة معينة قلت له ما أعتقد أن اللي وراها هو النظام المصري. طبعا كانت يعتبر هذا كلام لا معنى له. الآن ثابت بالأدلة أن اللي قام بها هو كان وزير الداخلية المصري، فجر كنيسة في رأس السنة لكي يتهم الإسلاميين وتتهم الجماعات ويصدر بيان. وصدرت كم صدرت بيانات باسم الجية، وكم صدرت بيانات باسم الأياس، وكم صدرت بيانات. لكن الآن بدت الصورة تتضح. عندما يقول غزالي وهو اللي كان رئيس وزراء آنذاك يقول باللي هو صرح فيما بعد في صرح آخر يقول اللي جابهم اللي قتلوه. حتى تصريحه هو في شهادة في البرنامج اللي فوتوه هو قال أنه سمع الناس يقولوا، بعدين عاود في تصريح آخر قال أن نعم اللي جابوهم اللي قتلوه. هذا كان رئيس وزراء، هذا لم يكن لا معارض ولا مقاوم ولا معادي ولا من الفيس ولا من غير الفيس. هذه حقائق. الآن يستطيع المثل يقول لك تستطيع أن تكذب على كل الناس بعض الوقت وعلى بعض الناس
كل الوقت، لكن لا تستطيع أن تكذب على كل الناس كل الوقت. الآن بدأت حقائق تتكشف، بدأت الصورة تتكشف، وهو اليوم لما يصرح كما نقل التياسة كما ذكرها ناصر بوضياف يقول لا فيريتي ولا سوري دما، هذه الكلمة في حد ذاتها تعني الكثير، يعني أن كل ما قلتهن على قضية لاكتيزولي وعلى قضية أن هذا عمل فردي أنت أبو معرافي وعلى قضية أنك الآن أنت بهذا الاعتراف تعترف أنه ليس صحيح. ولما نعرفه اللي أدار الموضوع اللي هو أشرف على لجنة التحقيق فيما بعد اللي هو عبد الرزاق بارا، من هو عبد الرزاق بارا وكيف أعطيت له بعد سفارة في ليبيا وأصبح سفير في ليبيا مكافأة له على أنه يغم قضية بوضياف، وكيف أن السائح اللي كان هو البروكيور جنرال تاع قضاء مجلس الجزائر واللي حكم على أساس أن القضية هي قضية وحكم على أبو معرافي كيف أصبح قنصل عام في تونس، كيف أرشاوا الجميع من أجل أن يسكتوا، كيف اللي ما رفضوا الرشوة قتلوا مثل فتح الله المحامي اللي رفض قضية لاكتيزولي وكان عضو من أعضاء لجنة التحقيق اللي أنشأوها هذاك. ولجنة التحقيق انطلقت من فكرة الكومبلو في البداية، وصرحوا قالوا كاين الكومبلو كاين المؤامرة في مقتل بوضياف، بمعنى أنه ما هوش بمعرفة ما هو إلا منفذ إذا كان هو المنفذ الوحيد، لأن في حديث كثيرة أيضا كما ذكر سمعنا عليه يحيى عبد النور يقول أنه كانت هناك رصاصات انطلقت في اتجاه مقابل بوضياف وليس من وراء بوضياف فقط، كان هناك على الأقل أكثر من قاتل إذا افترضنا فقط أن أبو معرفي. وهناك قضايا كثيرة في الملف، يعني قضايا بوضياف قتل لأسباب ثلاث أسباب يعني المحور اللي يتحدث عن لماذا قتل. نعم بوضياف قتل ثلاث أسباب، بدأ يفتح أسباب يفتح رئيسية، فتح ملفات الفساد وأرسل ضباط وأرسل مدنيين أيضا يفتشوا في قضية الفساد، وهو أول من تحدث آنذاك على المافيا بوليتيكو فينانسيار، المافيا المالية السياسية اللي يجي ما يسمى برئيس بالوزير الأول ويحيى قبل أسابيع ويعترف بأن الاقتصاد تهيمن عليه المافيا. يعني تخيل أنه رئيس وزراء أو وزير أول يعترف صراحة بأن الاقتصاد تهيمن عليه المافيا. تكلم عليها بوضياف قبل 20 سنة لأنه اكتشف الحقائق وجاوه الناس كثير، يعني وكان بينهم قاسدي مرباح وكان بينهم كثير من المخلصين للجزائر والمواطنين اللي بدأ معها بوضياف يفهم حقيقة ما يحدث، وأن القضية ليست قضية متطرفين إسلاميين يريدون يعود بالجزائر 14 قرن إلى الوراء، يا ليتهم نرجع 14 قرن، كان هذاك حكم الراشد والحكم النبوي، لكن طبعا هما لما يقولوها يقولوها بالمنطق أنه التخلف وأنه كذلك. لكن بوضياف قتل ثلاث أسباب، السبب الأول قضايا الفساد، لما بدأ يمس في ملفات الفساد اللي كانت تمس كبار منظومة الحكم وكبار العسكر والمدنيين، والسبب الثاني بسبب قضية المغرب والصحراء الغربية، والسبب الثالث بسبب قضية الإسلاميين. بوضياف بدأ يفهم وبدأ يلتقي ببعض المخلصين الوطنيين، فهموا أن الإسلاميين هذا حزب فاز في انتخابات مشروعة، كيف نذعب، لأنه هو ارتكب خطأ كبير لما قال أنا مستعد أن أبعث 30,000 إلى الصحراء بعد ما كانوا أرسلوا 20,000، وكانت مؤلمة وفتحت المعتقلات، يعني فتحت المعتقلات ألاف، هذه النقطة السوداء في هذه الحقبة. نعم. أنه فتحت معتقلات في الصحراء الجزائرية وزجة، والمشكلة زجة بمناظرين الفيس وبحتى من اشتبه فيهم، يعني أنهم يشبهوا الجماعة الفيس، ما كانوش حتى من الفيس هذا صحيح، وكان ما كانوش حتى كان اللي ربما كانوا دايرين اللحية حتى فقط، لأنهم دايرين اللحية أخذوا عجباته اللحية دارها أخذوه، يعني كان الناس، يعني أنت هذا مهما كان حزب مشروع، يعني يفوز في الانتخابات بدل ما يشكل الحكومة كما في أي دولة وفي أي ديمقراطية تدي عناصره إلى السجون وإلى المعتقلات، طبعا آخرين بعدين يفروا للجبال وآخرين يفدوا السلاح وآخرين يفروا إلى البر الخارج وكل واحد ينجو بنفسه. يعني القضية إذن هي ثلاث أسباب رئيسية، السبب الأول قضايا الفساد، واكتشف أن هناك رشاوي وفساد كبير، والرجل كان غايب 28 سنة على الجزائر، لم يكن يعرف أن الجزائر في موجودة في فساد، كان ذاك فساد، لكن الآن ما ناش في فساد، الآن في الآن في محيطات الفساد. كان السبب الثاني أنه كان يريد أن يحل قضية الصحراء الغربية من وجهة نظره، وصار اتفاقات مع ملك المغرب، وحتى وقع لأول مرة المغرب يوافق على التوقيع على الحدود ويعترف بالحدود الجزائرية وتم التوقيع عليها. والسبب الثالث كان لما بدأ
تتضح له الصورة أن هؤلاء الإسلاميين فازوا في انتخابات، وأنه ليس من حق أي حد أن يضعهم في السجون وفي المعتقلات، بما في عبد القادر الحشري رحمة الله اللي كان بعث له رسالة آنذاك وحذروا فيها من أن هؤلاء أنت صاحب شرعية وطنية وشعبية وثورية، لكن ما كان لك أن تقبل، وأنهم جاوا بك لي باش يخدموا بك. وبالفعل صدقت رؤية عبد القادر الحشري رحمه الله، وبعد ما خدموا به وبعد ما خلوه يوقع على المعتقلات في الصحراء وعلى أشياء أخرى قتلوه. لكن هو في نتذكر أنه في 192 فيما أذكر، كان أنا ذاك العيد الكبير جاء في 192، بدأ في إطلاق الإسلاميين من الصحراء، وهذه لم تعجب الكثيرين. ومن اللي كانوا معترضين عليها محمد العماري الهالك، كان صار معه خصام مع أبو ضياف، وأراد ودخل عند أبو ضياف في الرئاسة وتهجم عليه، وكان أنا ذاك هو قائد القوات البرية وتهجم عليه بقوة، وطردوا أبو ضياف من مكتبه وأقالوا من منصبه. ونتذكر ناس كثير مرات ينساوا هذه الواقعة، أنه بعدها محمد العماري عينه نزار حتى يخف الغضب نتاعه، عينه مستشار لديه، ولكن محمد العماري لم يهضم هذه. والعربي بالخير اللي أيضا أبو ضياف بدأ يشك فيه ويشتبه بأنه واحد من زعماء المافيا الكبار، هو ونزار وغيرهم، بدأوا كلهم الجنرالات يتجهون إلى أن هذا اللي جبناه باش يعاوننا راح يغرقنا، وأنه الحل الوحيد الآن لازم تخلصوا منه. وبالفعل قرروا أنهم يتخلصوا منه، وتخلصوا منه بطريقة بشعة وبطريقة أيضا تفتح الحرب القذرة على الجزائريين. كيف تفسر عملية اغتيال يعني استعراضية يعني سبيكتاكولير بهذا الشكل؟ الهدف كانوا قادرين ممكن ينفذوها بطريقة أخرى؟ كان ممكن، نعم كان ممكن، لا كان إحداث الرعب. أمريكا في 2003 لما غزت العراق أسمت العملية انتاحها كانت صدمة رعب، صدمة ورعب، صدمة ورعب. في هما دارسين طبعا، أو هناك مستشاريهم من وراء البحار اللي مفهمينهم أنك خلعة الذيب خير مش يجنبه، المثل اللي يقول عنه هذا، وهو أنك أحيانا حتى تخيف مجتمع كله وطن كله تعمل هذه العملية. ولذلك كان عمليات، كان كثير من العمليات كانت تصوروها، مثلا عملية السكوت نتاع أول نوفمبر 1994 تم تصويرها في مستغان، في مستغان تم تصويرها، وحدثت رعب هائل داخل، لأن الصورة ليس كما تسمع. عندما تسمع قتل 400 في بن طلحة، خاصة كشافة صغار، نعم الصورة تحدث رعب. احنا الآن لما نشوف الصور في سوريا الناس مرعب وش يحدث في سوريا، يقول اللي يحدث في الجزائر راهو عشرات المرات أكثر. طبعا اللي يحدث في سوريا مرعب، لكن اللي يحدث في الجزائر راهو مرعب أكثر. راهو معدل القتلى وصل في فترات معينة إلى 500 قتيل في اليوم، وفي ليلة واحدة في حد الشكالة في 1997 في بداية جانفي 97 أو 98 جانفي 98 1150 قتيل. يعني راه لم يكن شيء بسيط، ما حدا. إذن كانت عملية رعب ورسالة واضحة أنه اللي ما يدخلش للصف يلقى هذا المصير، حتى ولو كان بوضيف، حتى ولو كان من مفجري الثورة، حتى ولو كان من أباء الثورة، حتى ولو كان عمره 73 سنة سيموت بهذه الطريقة. إذن كانت قضية الصدمة والرعب. أنت تفسر يعني هذا اللي يفسر لك سكوت الكل. يعني أنا كنت نسأل في ناصر أبو ضياف يعني كيف تفسر أنه لحد الآن العدالة يعني ما أخذتش مجراها 20 سنة؟ هل هذا الخوف هذا هو اللي يخلي الناس يدخلوا في هذا الآن طبعا بدأت الألسنة تنطلق وبدأت الأمور تتحرك، خاصة لما يشوفوا توانسة والمسار والسوريين والكل يثور فيه، يعني في تحرك. والدليل أنه واحد نزاري تم مهاجمته ولا سبه ولا شتمه ولا هذا لم يكن قبل سنوات ممكنا، لكن في خوف وفي أيضا أنت قضية خطيني نخطيك. يعني تعرف بعض الأمثلة اللي ماشية في الجزائر، هو اللي خاف سلم واللي سلم سعدة أيامه، وهذاك المنطق اللي هو يؤسس للاستبداد ويؤسس للإجرام. يعني طيب عندي 10 دقائق أريد أن أقرأ المشهد السياسي بعد ذلك. يعني هل مشات الأمور بنفس المنطق؟ يعني انقلاب ما عندكش بديل، تحول تنحي رئيس الجمهورية وما عندكش رئيس الجمهورية، كيف تم يعني قراءتك لتدبير الأمور بعد ذلك؟ جاء واحد رعبوه اللي هو علي كافي، فيما بعد اختاروا واحد من المجموعة اللي كانت علي كافي اللي كان يدافع على العربية واللغة العربية وكذا، وقع علي كافي، هذا فقط نعطيك مثال الرعب اللي كان مسكه، انه هو اللي وقع على تجميد قانون اللغة العربية اللي كان بضغط من رضا مالك يبدا، ايه كان المفروض، ومع انه علي كافي كان يتزعم
قضية العربية واللغة نسيبه العربية. نسيبه هو نسيبه لرضا مالك علي كافي. لا أعرف هذه، لكن ما أعرفه أنه كان يتزعم قضية اللغة العربية وتعميم اللغة العربية في 92 على أساس أنه بعد مرور 30 سنة من استقلال الجزائر لابد أن تعمم لغة الأغلبية الشعب الأغلبية العظمى من الشعب. لكن هو اللي وقع على ذلك. هذا يعطيك مثال على ما حدث فيما بعد. ما حدث فيما بعد هو عبارة عن سيطرة العسكر تماما على السلطة في البلاد، سيطرة الجنرالات على السلطة في البلاد تماما، وظهور ما سمي وما عرف فيما بعد بالإرهاب، سواء كان جزء منه صحيح أو غير صحيح. بالتأكيد هناك شباب حمل السلاح لأنه يعتقد أن القضية قضية حق وسيقاتل من أجلها، وشفنا أن الليبيين فيما بعد قاتلوا على قضية أقل من ذلك لأنهم لم يفوزوا في انتخابات ومع ذلك مشى معهم العالم. والسوريين الآن على أقل قضية أقل من ذلك، لم تكن هناك انتخابات حرة في سوريا حتى ثار الشعب السوري، ولكن ثورة الشعوب تكفي. عندما تثور الشعوب على الحاكم سواء كانوا عبر انتخابات أو غير انتخابات، خلاص لا نريد هذا الحاكم، لا نريد هذا الحاكم. الشعوب من حقها أن تعيش في أوطانها بمن ترضى. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنه لا تجوز إمامة إمام في مسجد، لا يجوز له أن يأم الناس وهم كارهون له، فكيف يكون لحاكم أن يحكم شعب بأكمله ومجتمع وطن بأكمله والناس كارهون له؟ إذن فيما بعد دخلنا في الحرب القادرة، وعلى ذكر رضا مالك يجب أن ينتقل الخوف إلى الطرف الآخر، ونقلوا الخوف إلى الشعب كل الشعب، ودخلنا في مآسي التسعينات. وأنت تعرف والمشاهدين ربما كثير منهم يعرفوا الكثير، لكن طبعا هناك كذب كبير، وهناك كثير من الشباب اللي ربما لا يعرفوا حقائق ما حدث، وإنما كانوا يستقوها من جرائد مشبوهة ومن كتابات مشبوهة ومن إعلام مشبوه تابع للعسكر وخاضع للعسكر. نتحدث عن هذا الرئيس ثم علي كافي، ثم جاءت فترة زروال، ثم جاءت فترة زروال. زروال أيضا قدموه على أساس أنه مخلص ووطني واوا، لأنهم هم كانوش يتولي، يعني واحد كما نزار لماذا ما أخذاش هو الرئاسة مباشرة، أو واحد كما العربي بالخير، أو واحد كما محمد تواتي، أو واحد كما محمد العماري أو إسماعيل العماري، كان هؤلاء يقدروا أنه يكون هو الرئيس مباشرة. ليش تروح تجيب زروال من الأرشيف؟ زروال كان في التقاعد، كان في الروتريت، راحوا جابوه وحطوه لأنه كانوا يعرفوا أن الشعب لا يثق فيهم. أنتم كنتم مع فرنسا، أنتم كنتم ضباط الجيش الفرنساوي، فهم راحوا جابوا زروال مرة أخرى. زروال ربما يشترك في هذه مع أبو ضياف، وهو ربما السذاجة اللي تصل إلى حد الغباء أحيانا، وهو أنك كي يجيبوك راح يحطوك في الصورة. ثم شفنا وش بقى زروال فيما بعد. يعني زروال برغم أنه وطني ونظيف أنه وطني، نعم قدموه بكل ما فيه، ثم وكاد أن يقال أنه ملك. ثم يوم ويوم 16 نوفمبر 95 لما قالوا أنه انتخبوه وانتخبوا الشعب، قدموا على أساس أن هذا يساوي الثورة الجزائرية، مثل ما قالنا الآن بوتفليقة قبل شهرين بأن 10 ما يتساوي الثورة الجزائرية وتساوي أول نوفمبر. ثم في صيف 98 تقوم حملة عنيفة ضده وضد المستشارين، خاصة بتشين ويتهم بتشين ومن معه وزروال وبالفساد العظيم، وتخوض جرائد معروفة استئصالية، حرب عنيفة ضده، ويستقيل ويضطر أن يستقيل، والمصيبة أنه يسكت. يعني من 99 استقال، دار مرة تصريح قال فيه باللي كانت هناك، نقلته عليه لويزة حنون فيما أذكر، كانت هناك كتائب الموت قتلوا له 4 من حراسه. مرة تصريح تكلم عليه، مرة واحدة قتلوا له 4 من حراسه سنة 2001، ما زالش تكلم. الرعب نفس الشيء بالنسبة لكافي، يعني حتى أنه كافي كان أشياء كثيرة، لكن وكتب مذكرات، لكن قال أنه كان أشياء كثيرة لا يستطيع أن يتحدث عليه. للأسف في كثير من الجبن لدى المسؤولين الجزائريين، لأنه هم أصلا جاءوا بطريقة غير شرعية. يعني علي كافي كيف كان له أن يصل هو أيضا مشي ولي رئيس؟ يعني لم يكن بطريقة شرعية، ولا زروال بطريقة شرعية، ولا هذا بوتفليقة بطريقة. يعني زوجة علي بوضياف تقول أن بوتفليقة قال لها لما استلم الرئاسة أنه سيحقق في القضية، وهو يعرف أن ما فيش أكتزولي وأنها كانت مدبرة ومؤامرة. طيب أنا جاي بعد بعد زروال، نحب مادام نحكيه على المرحوم أبو ضياف ونحكيه على الرؤساء اللي جاوا بعده، علاه ما حقوش في هذه القضية؟ يعني علاه ما قدروش يعني يعطيوا للشعب الحقيقة إذا كانت هناك قناعة، يعني أنه يعني لافيرسيون تاع أبو معرفي خاطئة. جاء بوتفليقة ونفس الشيء، يعني بوتفليقة ما تورطش معاهم في الانقلاب، نظيف في هذه الحالة هذه، وماهوش متورط معاهم في القتل كما هم، يعني كما الاتهامات موجهة لهم.
لماذا لم يبادر في التحقيقات ومن ملف ملفات كبيره من بينها ابو ضياف؟ لانه متورط مع الشعب يعني، متورط معاهم في الصندوق، متورط معاهم في اللحس تاع العسل يعني، متورط معاهم في الفساد يعني، بوتفليقه وخاوته واللي معاه واللي قراب متورطين في الفساد الكبير يعني. لكن لما جاء شغل. لما جاء وجاء من جاء مثل ابو ضياف يعني، كان الترافيرسي دو ديزير يعني، قل لي من ياتي كان في غربه يعني، قل لي من ياتي بك الى الحكم اقول لك من تكون. اذا جات بك الدبابه تاع الامريكان ستكون عميل الامريكان، اذا جات بك الدبابه تاع العسكر اي عسكر ستكون عميل لهؤلاء العسكر، اذا جات بك الاراده الشعبيه ستكون عميل لهذه الاراده الشعبيه، خادم لهذه الاراده الشعبيه. ولذلك الشعوب المحترمه، وحتى احنا في ديننا يعني، انه الحكم الاختيار يرجع للشعب. لكن الملائكة تنزل او كذا، لكن بعد اقتنعوا به الشعب شويه وصوتوا عليه يعني. إيه الناس صوتوا على صوت على كما تشاء. لما يبقى توفيق هو رئيس مخابرات 1990 ويمر الشادلي ومر بوضياف ويمر علي كافي ومر زروال ويجيب وهما قاعد يتغيروا ويروحوا، هذاك ما يتغيرش، تعرف من هو الثابت ومن هو المتحرك ومن المتغير. ما يهمش كون تجيب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحاشاه وتحطه ضمن هذا الوضع، وهو معروف انه لو كان من بعد نبي لكان عمر، وانه كان اعدل العادلين بعد الانبياء، لا يستطيع ان يفعل شيء، لانه ضمن سيستم، ضمن اطار معين، ضمن لا يستطيع ان يتحرك. كل ما يتحرك بوضياف لما أراد أن يتحرك، لما أراد أن يقضي على الفساد أو على الأقل يساهم في القضاء على الفساد، لما بدأ يفهم أن الإسلاميين مظلومين، لما بدأ يحل قضية الصحراء الغربية اللي أكلت من أموال الجزائر من أموال المغرب بلا حدود، وتشترى الأسلحة بلا حدود وتغلق الحدود بين الشعبين، لما أراد أن يفعل قتل. يعني تتحرك، تمشي معنا، تأكل معنا، تنهب معنا، تسرق معنا، وإلا يعني أنا يعني أنا تركت منصبي ببساطة يعني، تكون دبلوماسي وتترك منصبي، تعرف ما تقدرش تغير. إذا أردت أن تغيط لازم تخرج خارج السيستم، لازم تغادر تماما، لازم تعرف. ثلاث دقائق من نهاية هذا الجزء، ثلاث دقائق من نهاية هذا الجزء من هذه التغطية الخاصة بضياف. يعني وش هو الشيء من يعني خبرة من بحث في هذا الموضوع على مستوى الشخصي وعلى مستوى الحركة متاعكم حركة رشاد، وين شايفين أمور رايحة؟ الأمور رايحة للتغيير الشعبي، للثورة الشعبية. ما فيش حل آخر يعني. كل يوم راهي تغرق الجزائر اكثر يعني. اليوم تسال اصحاب المديه ولا اصحاب البليده يقول لك تريسيتي ما عندناش، وصلت درجه الحراره الى 48 و45. تسال اصحاب ورقله ويقول لك تريسيتي تقطع لما توصل 40 درجه، وهما توصل تريسيتي مرات ال 55 درجه احيانا في عين صالح ولا في بعض المناطق يعني. لما تسال بعض المناطق اللي الماء ما عندهاش، لما تسال، لما شفت في الشتاء اللي فات انه الناس ماتت من البرد، ماتت ليس مجازا وانما ماتت من البرد لان ما عندوش الغاز، والناس كانت تدير لاشين تاع كيلومتر وكيلومتر ونص باش يشري قرعه تاع غاز. كل هذا وشو هذا الشعب الجزائري وهو صاحب الثوره يعني، يشوف الشعوب تونس ومصر وسوريا وليبيا وغيرها تنتفض وتنضغط، ايش عنده في الشعب؟ ما فيش. وبعدين ما فيش حتى يعني حتى اللي يامنوا بالنظام ولا يحاولوا يحافظوا على الحد الادنى من المصالح وكذا، نظام غارق هم بعد ما سمي بالانتخابات، ما مش قادرين يعملوا ولا شيء. كل شيء جامد لأنهم متقاتلين فيما بيناتهم، متصارعين فيما بيناتهم على المناصب طبعا، ما هوش على السلطة، هم السلطة متفاهمين أنهم يسكوها فيما بيناتهم. فنحن متجهين نحو التغيير في شك، لكن إن شاء الله أنا عندي قناعة كبيرة أن الشعب الجزائري سيبني دولة قوية، سيبني مجتمع راشد بأتم معنى الكلمة، سيبني لأنه بعد الخبرة كل هذه وبعد الثمن 50 سنة من الاستقلال نوصلوا إلى هذه الأوضاع وين الناس تقتل نفوسها، والشعب والشباب، أغلبية الشباب ولا جزء من الشباب غارق في الزطلة يعني، والناس تقتل أرواحها والناس تنتحر. نحن نتجه بكل تأكيد، وضع وصل إلى حد بائس، لكن هناك أمل كبير أن هذا الشعب اللي خرج فرنسا يستطيع أن يلغي ابنائها وعملائها ويبني دولة، دولة الحق، دولة القانون، دولة المؤسسات، دولة بالفعل لا تزول بزوال الرجال وليس بالكلمات كما كان يقال، لكنها زالت للأسف. أشكرك جزيل الشكر، الدبلوماسي الجزائري السابق والعضو المؤسس في حركة رشاد المعارضة في الجزائر سيد محمد عربي زيتوت على المشاركة معي في هذا الجزء الأول من هذه التغطية الخاصة لاغتيال الرئيس محمد بوضياف 1992، قصة اغتيال رئيس. مستمرة التغطية، ألقاكم بعد فاصل قصير. Like
assassiné comme un bandit de Chicago. On lui a tiré dessus. Moi, j'aurais voulu que la terre m'aspire, comme on dit chez nous. L'assassinat de Boudiaf était programmé pour différentes raisons. Je crois que la première raison, c'est qu'il voulait aller à des élections. Et l'autopsie de Boudiaf, pourquoi? Parce que si on avait fait l'autopsie, il y a eu des balles tirées de derrière, mais il y a eu des balles tirées d'en avant et qui s'est logées dans le cœur. Mais la justice n'a jamais pu avoir de la gendarmerie, ce qui est normal pour tout le monde. L'autopsie, vous la faites pour savoir dans quelles conditions il est mort et quelles sont les balles qui a tirées. La mort de Boudiaf est suspecte. Ce que je peux dire, moi, et affirmer, c'est qu'il a été liquidé par les décideurs de l'armée. Chaque fois qu'une voiture officielle passait, qu'est-ce qu'ils disaient les gens? Ils disaient, vous l'avez amené, vous l'avez tué. Quand il a été assassiné comme un bandit de Chicago, on lui a tiré dessus. Moi, j'aurais voulu que la terre m'aspire, comme on dit chez nous. L'assassinat de Boudiaf était programmé pour différentes raisons. Je crois que la première raison, c'est qu'il voulait aller à des élections. Et l'autopsie de Boudiaf, pourquoi? Parce que si on avait fait l'autopsie, il y a eu des balles tirées de derrière, mais il y a eu des balles tirées d'en avant et qui s'est logées dans le cœur. Mais la justice n'a jamais pu avoir de la gendarmerie, ce qui est normal pour tout le monde. L'autopsie, vous la faites pour savoir dans quelles conditions il est mort et quelles sont les balles qui a tirées. La mort de Boudiaf est suspecte. Ce que je peux dire, moi, est... أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في هذه التغطية المستمرة لذكرى الذكرى 20 لاغتيال الرئيس الجزائري محمد بوضياف. نستمر في هذا النقاش قصة اغتيال رئيس جمهورية في الجزائر، ومعي عبر الهاتف من باريس السيد أحمد غزالي رئيس الحكومة الجزائرية السابق، والذي كان رئيس حكومة أيام حكم سيد محمد بوضياف رحمه الله. أرحب بك سيد غزالي. السلام عليكم وعلى مستمعيكم السيدين. كنا نستمع إلى مقطع من تصريحك لقناة فرنسية منذ سنوات، قلت أنه أثناء الجنازة كان يعني الكورتاج أوفيسيال يمشي، كان فيه ناس يقولوا باللي اللي جابوه هم اللي قتلوه هذاك الوقت، يعني 20 سنة من قبل. هل تعتقد أنه ما زالت هذه القناعة هي اللي موجودة، وأنه لازم يعني نروحوا لإعادة فتح هذا الملف؟ طيب، هذا يوم ذكرى، يوم حزن للجزائريين كلهم، دولة ووطن وشعب. نعم، أنا عشت حقيقة ما كان يفوت الموكب يعني الرسمي، الشعب يقول جبتوه قتلتوه. يعني هذه كانت قناعة الناس، قناعة الشعب. نعم. هل التاريخ سيبين في المستقبل الحقيقة، أم الحقيقة هي التي أسفرت عن المحكمة؟ هذا الله أعلم. لكن الشيء اللي هو يعني متحقق أن اغتيال المرحوم بوضياف كان أكبر ضربة وأخطر ظلم ارتكب ضد الجزائريين. أما كان منبع الحل كان يعني كانت عملية معزولة أو عملية مدبرة، لكن في آخر المطاف الشيء اللي هو متحقق أنا وهذا قلته في رسالة استقالتي، لأن استقلت بعد اغتياله، ما زلنا إلى حد الآن 20 سنة بعد رحيله ندفع الثمن لهذه الضربة، وسندفع الثمن في المستقبل. نعم. اليوم سي غزالي، اليوم خالد نزار اليوم قال انه سالوه ديجان في العاليه،
لما راح لهذه الذكرى قال يعني سألوه يعني وقتها لا فيريتي وقتها الاخر لانه يعني كان قناعه عند الشعب انه يعني لوبسيون هذيك ولا لا فيرسيون بوم عرفي ما هي صحيحه. فقال لهم كما نقلتها الصحف الجزائريه ونقلها الموقع توسير لاجيري قال لهم بالحرف الواحد فوسوري لا فيريتي دومان. يعني هل تعتقد بانه تصريح بهذا الشكل يكسر يعني لا فيرسيون الاولى اللي كانت لا فيرسيون اوفيسيال بانه كان ناكت يزولي وانه اللي قام به هو شخص اسمه بوم عرفي؟ انا مانيش عارف على اي اساس سي خالد نزار وانا عشنا مع بعض هذه الماساه انذاك. هل يعني حقيقه سنعلم الحال يعني ما وراء اذا كان هو شيئا وراء كل هذا الله اعلم. ولكن املي ومن مصلحه الجزائر ان الحق يتبين في المستقبل. هذا ما نامله. لكن انا ليس لدي اي معلومات التي تسمح لي نقول سنعلم هذا بكره وبعد بكره. انا ناخذ مثلا اغتيال كينيدي منذ 62 سنه. هل الامريكيين لديهم او الراي العام الامريكي هل لديه يعني بالضبط الحقيقه في من قتل كينيدي يعني او في من دبره؟ يعني نحن نعلم اللي قتله هو بوم عرفي، لكن هل كان يعني كانت عمليه مهزوله ام كانت مدبره؟ لازم الجزائريين يعني يعطى لهم اللي هو حق الحقيقه المستقبل. سيد غزالي يعني انا نستغل وجودك معايا لانه الناس كثيره يبعثون في اسئله ويحبوا انك تجاوبهم. تفضل. جاوبهم حول يعني هذا الاغتيال كي نحطوه في الكونتكست نتاعو. يعني في هذاك الوقت جاء في سياق اقاله رئيس جمهوريه، توقيف مسار انتخابي. لا. يعني جاء بعد يعني هذا راهو نتيجه لان بروسيسوس يعني كان من قبل يعني. شوف نعم سمعتك تقول اقاله، هذه بعدها إقالة بعد استقالة. كان الرئيس شادي بجيد استقالة. وهذا هو بالذات ومازال باقي حي. هل سمعتم الرئيس شادي يقول أقلت؟ وبالعكس يوم 11 جافي استدعى المجلس الدستوري وأمام الشاشة قال إنني أخذت بكل حرية. إلا إيتي فورسي كالي لو شيف دو ليتا كي بران دي ديسيزيون أوترومون كو سو لا بريسيون. هذه شوف أنت ربطها. لا بالعكس لازم نقول لازم نقول الشيء اللي هو يعني متحقق. الرئيس المرحوم بومدين المرحوم محمد بوضياف كان، وهذا التحليل قمت به في رسالتي التي استقلت فيها وقدمتها للمجلس الأعلى للدولة. قلت أن محمد بوضياف كان يزعج بصورة يعني معتبرة، كان يزعج الكثير لأنه كان رجل القطيعة ورجل الأمل ورجل الشبيبة وكان وطنيا مخلص وكان مصمما على إعادة يعني الهيبة تاع الدولة وعلى تصحيح الاقتصاد للبلاد وعلى محاربة الرشوة. وهذا اللي جعله كان يزعج الكثير منا، بما أن مجيئه في شهر جانفي ذات يوم جانفي 92 كان يزعج الكثير. شنت عليه وعلى الحكومة، انظروا إلى ما كانت تقوم به الحكومة، شنت عليه حرب حقيقية
حرب إعلامية حقيقية وتناولت يعني في كل لحظة وتناولت ولم يعني تحت يعني تناولت كل الوسائل الأكثر دناءة. وهذا السياق اللي جاء فيه اللي جاء فيه محمد بوضياف كان في سياق يعني معروف في سياق سياسي في جو معروف كانت فيه تسود ممارسة سياسة بس الأخبار المشوهة وفي شكل الكذب والافتراءات والإشاعات المنظمة وفي شكل خلط الأوراق والمغالطة. هذا هو الجو اللي لكن جاء في سياق أيضا توقيف مسار انتخابي. يعني سبحان الله العظيم كانت في انتخابات حرة ديمقراطية في البلاد وقفوها ناس ils ont pris la décision وما كانش عندهم حتى البديل. يعني خالد نزار يقول لك ما كانش عندنا حتى رئيس الجمهورية جهارون قال بوضياف بوجي صوتي على الكلام. جاء في وسط دي ديسيزيون ازاردوز ومتعلقين ببلاد كبيره يعني هكذا يقولوا الناس. لا 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 يعني واش تقصد؟ انا نقول لك الشيء اللي نجم نقول لك هو تحليل الوضع السياسي. نعم. اللي كان سائد لما جاء محمد بوضياف. صحيح. ما قبل ندخل في التفاصيل فيما يخص توقيف المسار الانتخابي هذا شيء اخر تبغي نتكلم عليه نتكلم عليه. لكن محمد بوضياف جاء بعد التوقيف وجاء في حالة فراغ سياسي في الجزائر وتقبل المسؤولية. وما نظنش أن من يعرف محمد بوضياف القليل أنه رجل يتورط في عمليات انقلابات الى اخره الى اخره. لا بعيد 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 هو كل متفقين انه هو كان واعي بوضع الجزائر. اكيد كان واعي بوضع الجزائر. وانا لا اظن هو جاء الا لا من اجل انتقامه وجاء الا حبا للجزائر في هذا النقطه بالذات في هذا النقطه بالذات يعني لو تسمح مع الاسف القدر اعطاه خمس شهور ونص. نعم. لما بدا يعني يثير بعض الامال في داخل الجزائر ولهذا هذا الشيء اللي يدفعني نقول ان اكبر اخطر ظلم مرتكب قد الدوله وقد ضد الشعب. نعم. هو اغتيال بوضياف. ما فيما يخص يعني الاعتبارات الاخرى احنا نتكلم على محمود بوضياف ما حاش نتكلم. طيب. على في النقطه بالذات طيب النقطه تاع الرئيس المصري. نعم. نتكلم على الراحل محمود بوضياف. طيب. لماذا جاء وفي أي جاء وماذا فعل وماذا كان يفعل وما هو الأرجح يعني القوة التي تقبلته بهذه الكيفية يعني في داخل الجزائر يعني شن حرب عليه وشر هذا هو اللي دفعني أن أقدم أنت قلت نعم انت انت قلت كلام يعني صحيح جدا يعني الكل مجمع انه بوضياف جاء لانه كان يعتقد انه الجزائر في خطر وهذاك الحس الثوري نتاعه هو اللي جابه. هذه ما فيهاش نقاش. الرجل جاء مش هذاك اللي يقول لك هذا اللي جبته ولا هذا غير خرافات. ما هو الا هو اللي يعرف لماذا تقبل المسؤوليه. هل تعتقد انه غلطوه؟ هل تعتقد انه غلطوه اعطاه معلومات خاطئه؟ لا 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 كان 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 مطلع كان مطلع على كل على كل الاشياء كان مطلع على كل الاشياء وكان مطلع على تعقد الامور كان مطلع على طبيعه النظام كان مطلع على كل شيء هذا. هذه ما لكن ليس لدينا نحن على مستوى الراي العام ولا حتى على مستوى الحكومه اي مبرر الذي يدفع ان اغتياله او سبب اغتياله كان مجرد خلل خطير في المصالح او نتيجه مؤامره مدبره ومن طرف من هذا. انا من الناس الذي ليس لديهم اي معلومات. انا ما زال 50-50. نعم. 50-50. ما هي المعطيات التي تسمح لك ان تقول مثلا هناك مؤامره؟ هذا لا يأتي إلا عن طريق التحليل برك. أكيد. ما يأتيش عن طريق وقائع ومعطيات. أنا أقول لا أستثني أن هناك مؤامرة أو عملية مدبرة
من بعيد، ولكن ليس لدي المعطيات للبرهن هذا. ولا استثني ان مع الاسف، ولكن في هو خلل فادح في 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 داخل المصالح. سؤال اخير يعني، حتى من يعني من تعبوكش معنا اليوم، سؤال اخير او سؤالين اخيرين في هذا اللقاء. يعني وش كان يقول لك هو الله يرحمه في قضية الجبهة الإسلامية للإنقاذ، كيف كان ينظر لهذه القضية؟ راح فتحت ثم معتقلات، راحوا فيها ناس في وقته. هو قالها في أول تصريحه، في أول تصريحه يوم 16 جانفي على التلفزة لما رجع إلى الجزائر، قالها بغلو، هذه هي يدي أقدمها لكل الجزائريين، وأنا مستعد أن أتحاور مع كل الجزائريين كلهم مهما كانت حساسياتهم، ما عدا يعني بالحرف ما عدا أولئك الذين يستعملون الدين لأغراض سياسية ويستعملون العنف. هذه ما قالهاش إلا أنا، قال قبل ما نكون رئيس حكومته، قالها الشاشة للجزائريين، هذه يدي أمدها إليكم، وأنا مستعد إلى الحوار مع كل الجزائريين باستثناء أولئك الذين يستعملون العنف والدين لأغراض سياسية. إذن موقفه كان واضح، في هذا الميدان كان واضح. نعم. جد واضح. هل هو قبل فكرة توقيف المسار الانتخابي؟ أسكيل أكسبتي ليدي تعجيو ناس ينتخبهم الشعب ويجي سلطة واحدة أخرى يعني توقفهم، هذا هو إيش قصدي يعني؟ Il est venu après. C'est parce qu'il y a eu le président Chadli a démissionné après l'arrêt du processus électoral. Raïs Chadli استقال بعد توقف. إذن كل شيء يبدو نسيطة، كان على الأمور. سيد أحمد، لو كان لم يقبله ما كانش يجي. هو جاء بعد إيقاف المسار إذا ما لم يكن له أن يوافق أو لا يوافق، حيث أنه لم يكن في الجزائر أنذاك. لا ما فهمتنيش. لا نحب نصح السؤال، يعني بعد ما جاء وسمع منك وسمع من الناس وكذا ومنها أسكي ليدي يعني فكرة توقيف المسار الانتخابي، ماشي مشاركة، يعني عارف أنه ما كانش موجود هو، ما فكرة توقيف مسار ديمقراطي، وهل كان عنده نية أنه يرجع له كذا فقط أبداً. يعني لم ينتقده أبدا، وبالعكس ضمنيا زكاه. لو كان يعتبره أنه خطأ أو جريمة أو شيء لا يرضيه ما كان يرجع للجزائر. طيب. وقالها يعني بالحق.